راح اسوي كذي والله جد، من غير لا تلعبون من غير شيء راح افوزكم. باكر راح يبلش التحدي. مشاهدينا فيصل ابراهيم، عايده حوراء كاظم وياكم باكر. يلا محمد فايز، محمد فايز بس نايم محمد. حرام لا تدينا، لا حرام محمد. يلا بضمك وياهم بس بعدين. اسمه محمد فايز، اسمه محمد فايز بس ما اقدر انا كذي. يلا محمد انت اول واحد، يلا تعال العب وياي يا ابو غازي واسمع سؤالك شو يقول. يلا يلا صحي لي صح ان شاء الله عشان تفوز صح ان شاء الله. وفيك رقصه يا ابو غازي. يلا فوق وراح ترقص. يلا وطق رقبه. فين رقبه؟ يلا يلا عطني يمين عطني يسار روح. بديتك ابو غازي سؤالك كم قطعه في الشهداء؟ عطني الاجابه. الله الشهداء 40 ثانيه. فيصل خمسه شنو؟ الله عليك خمسه وخميسي عليك يا ابو غازي وانت فايز يا اخي. ورقصونا معك Pa' la luna, Brazilian women sexy, tráeme una. And let me play with her maracas. And if she roll, I'm a rocker. Shout out to all my high school sweethearts that used to hide all my work in their lockers. Thank you. Mommy, if it's you plus two, that's cool as long as they're cool. You know what I mean. Faisal. Hello, hello. Oh boy, انت فايز. تعال 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 اخي تعال. انا هيلك انا هيلك صح؟ ابو غازي حبيبي هلا تبي تفوز مو كذي؟ وانت اكيد فايز وجائزتك حبيبي اسمعها وعشان تستانس وترقص بعد واكثر واكثر واكثر. والعيد فرحه يا خيي وانت لازم تستانس بالعيد. 50 دينار كاش من تلفزيون الشاهد تستاهل اكيد. حلو تبون يعني تروحك تبون صحي نسائي من اسبان جلد بقيمه 50 دينار وتستاهل يا ابو غازي. وحبتين ونص لوزه عطني اياهم. سمعونا شيء عطنا حبتين ونص لوزه. واحلى حبتين ونص لوزه حق الشاهد. بديتك حبيبي شاكر لك روح. مشاهدينا اذكركم بالارقام على الوطنيه 1521 وعلى زين 93212 وعلى فيفا 50129. كل اللي عليكم تزحفون. نقول الو نقول الو 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 هلا والله. هلا والله. الو هلا والله. هلا بتاج راشي. هلا بالامير. هلا والله هلا والله. هلا 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 بصالح مشكور. هلا صلاح. هلا صلاح. هلا صلاح. هلا حمود. هلا حبيبي شخبارك؟ طال عمرك. هلا يطول لي بعمرك ان شاء الله. بديت روحك انت والاخت بس ما اعرف اسمها. اسرار اسرار اسمها اسرار يا خيي. والله انت اللي فوق راسي الحب ما شاء الله عليك. اتصالك جميل شكلك ما اعرفها بس. لا بس يبا اسمع مسموع خيي. لا تقول عليها انت فلازم. الله الله يخليك مسموع يا صلاح بس. الله 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 يخليها ان شاء الله حق تلفزيون الشاهد حق اهلها ان شاء الله. بديت روحك ان شاء الله ويخليها حق اهلها وحق تلفزيون الشاهد. قول امين. امين. بديت روحك. صلاح انت اول مره تشارك ولا؟ لا 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 اي والله اول مره. لا اول مره اول مره يا في شوف دام ان اول مره تشارك وانت معانا صدقني خيي لازم تفوز. راح طال عمرك والله. فديت روحك استنى عمرك ان شاء الله. خيي اسمع اسرار ما تبخل على احد بشيء. بتفوزك يعني بتفوزك. اي والله طال عمرك شيء هذه جائزه. سؤال يقول يسلم راسك. الانسان اللي واقفه يم الجلات شنو اسمها؟ والله انا بالسياره ما ادري ان البرنامج يبلش تمام. يلا قولي شو انا شنو اسمي؟ شو اسم شو اسم اللي واقفه يمك؟ انت يا اسرار. ابوي شنو اسمه؟ شنو خالد؟ ابوي شنو اسمه؟ اخوك حمود؟ شنو خالد؟ ابوي اسمه حمود؟ ابوي اسمه حمود؟ يعني انا ابوي اقول له حمود. تخيل انا ابوها. تخيل انا ابوي حمود. شنو اسم ابوي؟ خالد. اسرار خالد. انت فايز. الله عليك يا اخي. والله انت فايز بس راح افوزك. انت فزت انت فزت. شنو في خاطرك جائزه؟ والله منكم في شيء حلو. كاش وايد نلعب كاش. خلصنا البرنامج للحين نسال ونبي الجواب بس. يبا انت فايز وانا اقول لك شنو فايز معي بس سمعوني اغنيه. ركزوا حق صلاح. يلا يستاهل. صلاح هلا فايز. شوف انت فزت اول شيء باغنيه سمعتها بس كافي. لا يبا فديت روحك للحين. لا عندك جائزه ثانيه عند اسرار. بس معاي كوبون تاجير سياره فخره لمده يوم بقيمه 175 دينار من شركه الموتر. احلى تحيه حق الموتر. بتدززني وياك يا صلاح. ها وياك بقز.
ناخذ الجي كلاس ونقز. ايوه اخي شنو بعد ما عندنا شغل نقز مع بعض. عموم تبي تقز معه بديت روح. اسمع دام اني على حسابي يفع عليك انا بقززك بعد. ايش تبي بعد عمرك؟ بديت روحك يسلم عمرك. فزت معاي كوبون تاجير سياره فخيره بقيمه 175 دينار من الموتر لمده يوم، زائد كوبون صحي نسائي من سبا اند هيلث بقيمه 50 دينار، زائد كوبون صحي للسيدات من بيوتي تيك بقيمة 50 دينار. وألف مبروك يا صلاح، واسمي أسرار، دير بالك تنسى اسمي. باي باي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. نقول ألو. 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 هلا. هلا فيك. منو؟ أبو جاسم؟ إيه. أبو جاسم شنو أنت اسمك؟ محمد ناصر شنو؟ مندي. الله عليك يا المندي. الله عليك. الله عليك. أنا وين شايفك؟ الحساوي. بدورة الحساوي؟ اي الفوزة. فوزة. فوزة. شنو قلت لي؟ شنو تبي؟ تبي تلعب وياي صح؟ ايه. وتحب تلعب بهالبرنامج هذا نافيجيشن مو كذي؟ ايه. ابوك منو؟ ناصر. ابوك شنو هناك بالدورة؟ شنو؟ ابوك بالدورة شنو هناك؟ ماسك شيء؟ مسؤول؟ ايه. مسؤول شنو؟ مو مسؤول. لعب ضدنا. لعب ضدنا مو كذي؟ ايه. كنا امس خسرنا ابوك مو كذي؟ فوز احسن لك. بس ايش رايك بالجول اللي حطيته على ابوك؟ ها حمود؟ يلا انا حطيت جول على ابوك، يعني المفروض الحين انا اخسرك ولا افوزك؟ شنو تبي؟ ابي افوز. طبعا زين حمود، انت طبعا ما شاء الله عليك، انا اللي عرفته من الوالد ان انت كل يوم تبي تشارك بالبرنامج بس ما تعرف الارقام مو كذي؟ صح. وانا قلت لهم شنو الارقام وشاركت انت ما شاء الله عليك وكان اخذناك، صح ولا لا؟ صح. وانا بيك تفوز، وانت صحيني صح عشان تفوز صحي السمي؟ صحي. فديت روحك، يلا بيك تلعب معاي عشان تفوز وبعدين ترقص. ايه. وترقصني مو كذي؟ اي. فديت روحك يلا. اسمع شنو سؤالك، سؤالك حبيبي في اي محافظة تقع منطقة سلوى؟ وسهلة جدا. ابو جاسم احنا وين؟ ها؟ حوالي. الله عليك يا ابو جاسم والله. ايه. وانت فايز وركسوني معك. تعال حمود. حمودي يا حمودي. حمودي فديتك يا سمي، انت لازم تفوز جائزة حلوة جدا. اوكي اوكي يلا شوف جائزتك شنو بعطيك. بعطيك كوبون صحي نسائي بقيمة 50 دينار من مركز سبا اند هيلث، هذه حق الوالدة. اوكي اوكي. وبعطيك كوبون تأجير سيارات فخمة بقيمة 175 دينار، هذا حق الوالد. اوكي محمد انطر خلنا اكمل لك شوف جائزتك انت شنو. اوكي اوكي. وبعطيك تلفون نوكيا حقك انت تكشخ فيه وتستانس. اوكي اوكي. وتستاهل يا ابو جاسم، وقول لي شنو كنت بغيت تقول؟ قول. لا خلاص فديت روحك وتستاهل حبيبي يا سمي. يلا مبروك، الف مبروك لك يا حمود حبيبي، مع السلامه. انا ادري شنو كان يبي، كان يبي كاش وسمع التليفون وقال اكيد التليفون اغلى من الكاش. بس ما انصحك. معنا اتصال. الو. الو. معنا اتصال. بدر خالد. الو. الو والنعم. هلا والله خالد. هلا والله بدر. انت صوتك فيه وشوشه شوي خيي. والله بالقهوه. انت بالقهوه؟ اي نعم. والقهوه فيها خشب. هني وعافيه خيي عليك، وانت بالقهوه. حبيبي الله يعافيك. فديت روحك ويحييك يا بدر خالد. طبعا اسمك بدر خالد، وخالد اسم ابو اسرار، فلازم تفوز انت صراحه. بس اي والله لازم. فديت روحك لازم تفوز. يلا اسرار فوزي. شلون على صوتك الحين؟ شلون على صوتك على السريع؟ سؤال واجابه. مو قاعد اسمع واضح. ما اسمع. يلا بعطيك سؤال مع الاجابه والجائزه عشان صوتك. بدر خيي، لان صوتك وايد قاعد يقطع، بس انت اسمعنا عشان لما نسمع منك الاجابه نفوزك. اوكي؟ ان شاء الله. انا كان المفروض اسالك سؤال رقم 4 بس موعدنا، انا اسفه ما راح اقدر. راح اعطيك سؤال اسهل. يلا. بدر. هلا. سؤالك يقول كم قطعه؟ صوته تعدل حلو. كم قطعه بالفنطاس خيي؟ قاعد تشوفنا بالتلفزيون ولا لا؟ انت في تلفزيون بالقهوه ولا ما في؟ لا والله ما في. زين خيي احنا نقول احنا نقول 5 ناقص 1 كم؟ 4. الله عليك يا اخي، وانت فايز يا اخي يا بدر والله فايز.
كنت تعال يا البدري تعال بدري كذي انزل كذي عند اسرار واسمع جائزتك يا خيي بدري هلا عاش البدري وانت فايز معنا كوبون صحي نسائي من سبا اند هيلث بقيمة 50 دينار زائد كوبون صحي نسائي من بيوتيتك بقيمة 50 دينار حق المرأة أو حق الوالدة الله يخليهم لك زائد كوبون سيارة حقك أنت تروح تتمشى فيها وتغير جو كوبون سيارة فاخرة لمدة يوم بقيمة 175 دينار من شركة الموتر ويعطيهم العافية الموتر صراحة أكيد ما قصروا ما قصروا ما قصروا يعني. تستاهل يا البدري فديت روحك حبيبي تستاهل كل خير ونقول ألو ألو ثلاث ألوات الو الو الوين خلود الو خلود فرحان الو الو خلود فرحان الو الو خلود مساء الخير خلود الو يا هلا يا هلا فيك انت شكلك يا نايمه او مو متفطره او زعلانه اليوم سالفتك لا شك عادي عادي يعني حلو دام انه عادي مصحصحت لي صح عشان تفوزين صح اي مصحصحه ان شاء الله دوم مصحصحه يا اخي انت اسمك خلود فرحان ومفروض الابتسامه تكون عليك من هني لهني انا شايفك زعلانه وضايق خلقك ومتكدره مو شاري ملابس العيد للحين اي شكلها كذي والله انزين ها قولي شنو شنو تبي تلعبين ولا لا تبين تلعبين ولا تبين النام والله شكلك انت تبي تنامين ما تبي تلعبين مو كذي لا عادي يلا عادي اوكي بس ساعدوني اه بس ساعدوني اوكي راح نساعدك بس انت تفطرتي عدل اليوم؟ اي الحمد لله قولي لي ما اكلتي وشنو ما طاب ولذ اليوم كان عندكم على السفره اعطينا شيء منهم قولي كل خير كل خير اعطينا من هالخيرات هذه من بعض خيراتكم يلا تشريبه الله دياي ولا لحم؟ لا دياي الله عليك اوكي وشنو بعد؟ شوربة ماذا؟ ماجي أم عدس أم ما أدري شنو؟ لا شوربة ماجي الله حركات والله ماجي ربحان شنو بعد؟ الله شنو بعد؟ ملوخية أوه ملوخية في الأرانب أم في الدقاق أم في اللحمة؟ لا في الدقاق في الدقاق شيء جميل جدا في الدقاق عيل كذي باكر أنت إن شاء الله لما اليوم تفوزين بتجيبين لنا أنا وأسرار كيكة مكتوب عليها الجلاد وأسرار عشان أحطها بالبرنامج وأقصها وأوزعها على طاقم العمل مو كذي؟ ان شاء الله تسلمين ما نبي كيك نبي ملوخيه بالدقيق نبي نلعب وبس تخلصين وتفوزين اريدك انت تذهبين الى المطبخ تاكلين الملوخيه في الدقيق اوكي حبتين ونص ليزريك يلا اسمعي سؤالك سؤالك يقول لك اين تقع الشوارع التاليه شارع حسين ثابت وشارع صنعاء لا تقولي لي في اليمن يا ويلك والله يا ويلك ها وشارع فتح مكه اعطيني الاول وين بمنطقه دسمه جدا على الاكل اللي انت ماكلته شنو الدسمه الله عليك والله ان انت ذكيه جدا يعني اذكى بنت اليوم انا شاركت معها انزين وشارع صنعاء وين عبد الله السالم عبد الله السالم الله عليك والله انت خطيره عاد الاخيره لا بدون ما اطقك فعلت بدون ما اطقك إيه؟ الاخيره بعد الهواء اطقك الاخيره انت لازم تجاوبينها سهله جدا يعني لا ما اعرف ما تعرفين انزين احنا تلفزيون الشاهد وين ما حد قال لك وين تلفزيون الشاهد تحولي الله عليك والله انت خطيره ومصحصحت لي صح عشان تفوزين صح وركزونا مع خلود من يغني هالاغنيه من اللي غنى هالاغنيه هذه ما ادري والله ولا انا لكن تحيه خاصه حق دي جي هوت بيت لانه هو اللي مسوي الريمكس اسمها عدويه البياتي أيه؟ اسمها عدويه البياتي وتحيه خاصه حق عدويه البياتي تقدرين تروحين تستلمين السي دي من هوت بيت اكيد اكيد من دي جي هوت بيت مسالمية زين يا مو انا شناكل جائزتك طويله العمر اوكي بما ان انت بنت وجميله واسمك خلود حلو وفرحان حلو خلود اوكي معك يلا انت كم عمرك 20